نكمل زي ما كنا بنقول. صالح جمعة كارتيرون معجب بيه، معجب بيه كارتيرون. على فكرة لما حط صالح جمعة في التمرين، كارتيرون كان بيفتقد اللعيب التيكي تاكا اللي يرقص ترقيصه ويقوم حاططها لك كده، يبص يلاقي صلاح محسن هو الجون. فسأله كارتيرون، ناداله في التمرين، كان من 3 ايام اعتقد، والله اعلم كان تمرين يوم الاثنين، قال له خد، انت فعلا كنت بعيد عن التمرين؟ قال له اه. قال له التقرير اللي جاي لي، قال لي انا بقوله لك دوت، خد بالك بقى على مسؤوليتي انا، وان شاء الله هجيب لكم صالح جمعه في لايف، يعني يدردش معاكم ان شاء الله قريب قوي قوي، واحنا سهرانين برضه لثلاثة الفجر. جابه قال له خد، انت عايز تفهمني ان انت بمستواك ده كنت بعيد عن التدريبات؟ قال له التقرير اللي جالي ان انت زفت. كارتيرون بيقول له، قال له زفت في ايه؟ قال له ان وزنك زياده وما تمت. قال له اوزني. لا صالح جمعه زياده عن اخر وزن قبل ما يمشي 900 جرام، اللي هو مش مكمل كيلو. انت متخيل ان التقرير جاي ان صالح جمعه وزنه زياده، وصالح زايد قول كيلو الا ربع، اقل من كيلو. قال له انا خلال الاسبوع ده هنزل لك على الكيلو 2 كيلو. قال له انا عايزك تلتزم لغايه يناير، عايز مستوى رائع، انا محتاجك. ده كلام كارتيرون. راي الاداره هيكون ايه؟ راي الاداره هيكون ايه؟ صالح جمعه ملتزم ومتواجد في التدريبات لغايه شهر يناير، وانا بقول لكم خدها مني بضمان التخطيف لو سمحت، سجلها كده عندك في ورقه، صالح جمعه اول الاسماء اللي هيتم خدها في يناير. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا شريف؟ يا عم ده قالوا مسكوه مع البت هبه بنت ام محسن تحت الكوبري. ارمي سيبك من الناس دي، اي هري اي هري. ما هو بص صالح بيسهر ليه اصحاب بنات؟ انا اللي بقول لك، هو انا بقول لك لا، هو ما بيقولكش لا، بس ما انت ما تجيش تحدد لي صداقاتي، حاسبني جوه الملعب على التزامي، اغيب في التمرين يقطع رقبتي، اجي ماتش وانزل اشوط ازازه ده الكلام اللي اتحاسب عليه. لكن هتقول لي انت كنت امبارح قاعد مع بنت والبنت صورت معاك، لا مش للدرجه دي. هات لي لعيب في مصر ما بيسهرش. سيبك بقى من بواقي جيل ابو تريكه، احمد فتحي وشريف اكرامي وحسام عاشور واللعيبه دي، هات لي لعيب في مصر ما بيسهرش. خدها مني تاني بضمان، بفضل الله، بضمان شريف جمعه، بضمان التخطيط، صالح جمعه اول الاسماء اللي هيتم القضاء في يناير. اعتبره اتأيد من دلوقتي، صالح جمعه اتأيد خلاص، صالح جمعه في قائمه الاهلي في يناير. خلصنا من صالح جمعه. ما تيجوا، احنا على فكره لسه داخلين في التعاقدات وداخلين في السوبر المصري، السعودي معاكم، مش هسيبكم لغايه اما تقولوا لي خلص بقى اتخانقنا اقفل. تعالوا نتكلم على مؤمن زكريا. مؤمن زكريا قعد واتفق وقبض من بيراميدز وكابتن حسام البدري بمنتهى الهدوء بقى، مش هنتاجر بالكلام. سيبك يقول لك لا اقسم بالله، لا امال ايه؟ مؤمن زكريا طلع قال لك اقسم، اللي يقول لك مؤمن طلب 13 مليون ده كذاب. يا سيدي انا كذاب؟ انا كذاب؟ انت ما طلبتش 13 مليون، انت طلبت مليون دولار يا كابتن مؤمن، انت طلبت من النادي الاهلي مليون دولار، وحتى قلت بالنص لمحمد يوسف، ويا جماعه اللي فيكم بيكلم محمد يوسف يساله كده نصا ويقول له شريف جمعه قال لي، يعني عنده في الاصدقاء يبعت له على الخاص يساله. قال لي محمد يوسف انتوا عارضين عليا 8 مليون جنيه، ممكن لو سمحتم تجيبوا لي اعلانات بقيمه 8 مليون جنيه كمان، اعلانات بنفس القيمه. يساله محمد يوسف يا كابتن مؤمن انت فعلا احنا كدابين، انت ما طلبتش 13 مليون، انت طلبت مليون دولار. ده اول شرط. تاني شرط، مؤمن زكريا ليه يعني فكه حوالي 3.5 مليون جنيه على مدار الفترات اللي فاتت ومكافآت ونسبه 25%. قال لك اخد متاخراتي على الترابيزه، اخد متاخراتي، جمعوا لي المبلغ اللي متبقي وال 25% وادوها لي قبل ما اجدد. طب ايه الشرط الثالث؟ ده خد بالك ده تاني شرط. اول شرط مليون دولار، جمع قال لك اتصرفوا وجمعهم لي، جمعهم لي اعلانات من محبين
رجال اعمال جمعوا زي ما انتوا عايزين. يعني انت متخيل ان وصل للنادي الاهلي ان لعيب بيقول لي الاهلي اتصرف؟ ما انت ما تجيش تقول لي انت متعصب ليه يا شريف. اه متعصب. احنا وصلنا ل يعني ان انت بتلعب في اعظم اعظم نادي، مش كلام، خد بالك ده تاريخ وبطولات والتزام واداره وجماهير. احنا ما بنقولش اعظم نادي ده من الهبل، وبتيجي بتديله شروطك. الاهلي اللي استحمل مؤمن في ايقافه لما مضى للاهلي وراح مضى للزمالك عشان ياخد بقيه مستحقاته، لما وفضل واقف مع مؤمن وهو 11 مباراه مستواه سيء، ينزل يتكفي على وشه ويدوس على الكوره لغايه لما وقف على رجله. النادي الاهلي اللي عرض على مؤمن قال له انت زيك زي عاشور، زي فتحي، زي اكرامي، زي اللعيبه اللي رقم واحد عندي. مؤمن يقول لهم لا، ده انا عديت رقم واحد، اتصرفوا لموا من رجال الاعمال. الشرط الثالث مؤمن زكريا قال لهم طيب في شرط كده صغير، قالوا له ايه الشرط خير؟ قال لهم لو جالي عرض من نادي خليجي بمقابل كبير تسيبوني. انت متخيل وصلنا لايه؟ ان انت بتتشرط في فلوس، وبتتشرط يعني في طريقه الفلوس تاخدها ازاي، وبتقول لهم كان ليا فلوس لمهالي ودلوقتي، وبتقول لهم لا مش بس كده كمان، انا لو جالي عرض في الخليج اصل انا والله به هيتابعوني في النصر السعودي، والله في الامارات احتمال، فلو جالي ما اخرج. يا جماعة عيب، يا جماعة أقسم بالله، أقسم بالله إن أنا مش مسؤول في النادي الأهلي، أنا مش مسؤول في النادي الأهلي، لكن أنا لو مسؤول يناير اللي جاي ده عرض مؤمن زكريا للبيع. يناير، وعلى فكرة أنا ما بقولش إن أنا اللي بقرر، لا، النادي الأهلي مدي المؤمن زكريا فترة سماح تنتهي بنهاية الأسبوع اللي هيبدأ ده اللي هو السبت ده، الخميس الجاي ده نهاية مؤمن زكريا مع النادي الأهلي. يا كابتن محمود لو سمحت، مؤمن زكريا قابض 500,000 دولار من بيراميدز، ولو وقع لك هيرجع الشيك. لا انا بقى بعتبرها خيانه. مؤمن زكريا ما وقعش بشروط الاهلي، بشروط الاهلي يناير اللي جاي ده عرض مؤمن تجميد مؤمن زكريا وعرضه للبيع في يناير، تجميده طلع يوسف علاء اللي عنده 18 و19 سنه اتفرج عليه، طلع يوسف علاء واتفرج شوف يوسف علاء هيعمل ايه، واعرضه للبيع. جاب، اقسم بالله لو ما جابش هجمده لاخر الموسم. محدش اتشرط على الاهلي، خليه عبره. التاريخ بيتكلم على ابراهيم سعيد لما الاهلي سابه مرمي وجمده ورمال الزمالك وخد الغرامه اللي 1,650,000 جنيه. التاريخ لسه بيتكلم على صالح سليم لما ثابت البطل خبط قال له خير يا ثابت؟ قال له يا كابتن حسام بيقول انا عايز امضي بس عندي شرطين، بدل السنه العقد يبقى سنتين، وتاني حاجه ابراهيم يمضي قبله. صالح سليم بهدوء قوي وهو بالسيجار بتاعه مدد، قال له خلاص، قول له الباب يفوت جمل. ده صالح سليم. التاريخ، ما احنا التاريخ الحضري راح وجره وعيط واشتكى وحك، اخر الحضري كان ايه؟ الحضري جمال وعلاء ونظيف وحسن صقر والكابتن محمود الخطيب وحسن حمدي يحكوا، كابتن حسن حمدي القماد يحكوا كم الضغوط ده اتشالوا، بند اتحط لهم بند 8 سنين شالهم واتشال البند. هو يا جماعه حد شاف مجلس اداره مشي في بند 8 سنين زمالك ولا اسماعيلي ولا غير؟ مجلس كابتن حسن حمدي اتحط له بند عشان قال لهم مش هوطي راسي، طب يلعب، طب يرجع، طب ينهي، قال لهم اسف مع السلامه. الرخيص ملوش مكان. انا مستني ده، مستني ده. ادينا المواقف اللي بتعيش معانا. الحضر من 2008 فات 10 سنين، اللي فينا كان في ثانوي وكان في جامعه وكان في اعداديه من 10 سنين بنحكي الموقف. حسام حسن من سنه 2000، كنا فين احنا سنه 2000؟ عيال في ابتدائي. صالح سليم قال كلمة واحدة، الباب يفوت جمل. واحكي لكم بقى على موقف صالح سليم وقيمته. عادل القيح حكوه لي، المهندس عادلي صوت وصورة فيديو معايا هنزله لكم.
في حفل نادي القرن صالح سليم باشا بقى قاعد وجنبه القيعي وكابتن محمود الخطيب. فجه حسام حسن وقف على جنب كده ملوش مكان مزوي. فاما المهندس عدلي موشوش كده صالح سليم قال له حسام حسن عمال يبص وعايز يجي يقعد معانا واحنا الترابيزه اللي يعني عليها مصريين وكده فايه؟ شوف صالح سليم بقى، صالح سليم والله ما تكبر ولا غرور عشان ما حدش يقول لي ايه؟ يا عم انت فرحان ده، لا والله ما غرور. قال له ايه؟ عمل له كده. جه صالح سليم قعد قاعد في الحفل بقى وبيتكلم. جه حسام حسن السلام عليكم يا كابتن. عمل له كده، ازيك يا حسام؟ بقى لا قام صالح سليم الباشا اللي احنا شفناه قاعد جنب مبارك ومبارك بيتنطط وصالح سليم معاه. قال له اهلا يا حسام، ازيك؟ هو جاي بقى ازاي اللي احنا ايه يلا بقى ده احنا بقى ما مع بعض، احنا مصريين في الغربه بقى. بس صالح سليم في غصب حلقه ما قالش ان حسام وحش، لا خلاص مصري يجي ككابتن منتخب مصر، الكلام ده كان سنه 2000، يجي اهلا وسهلا يتفضل. لكن صعبان عليه ان جه في فتره حسام اتشرط على الاهلي، هو شايب كده هعمل بس بدل السنه سنتين، لان صالح سليم قال يجدد سنه واحده، سنه في سنه كده. قال له لا سنتين وابراهيم قبلي. صالح سليم ابتسم وقال لثابت البطل المقوله الشهيره قول له الباب يفوت جمل، ما حدش بيتشرط على جه. ازيك؟ قال له اهلا يا حسام. قعد حسام صالح سليم ده كان تكبر بس من قيمه النادي الاهلي، وده كل شيء فيما يخص مؤمن زكريا. اجاي يوسف علي بيسالني، اجاي في جمله واحده، اجاي اصابته قدامها اقول 5 6 اسابيع وتبدا تلاقي اجاي، لكن مفيش اجاي لغايه يناير. مفيش اجاي لغايه يناير يا يوسف. مفيش اجاي لغايه يناير، مفيش اجاي لغايه يناير. مفيش ربيع لغايه يناير. ربيع حتى لو خف على فكره، علشان بس في ناس بتكتب تقول لك يا ربيع بقى جاء، لا. ربيع قدامه شهرين ونص، قول شهرين. لا شهرين ونص، ما انا مش قادر يعني مش عارف اجامل. 8 9 10 اسابيع علشان يقدر يبقى واقف على رجله، فما فيش ربيعه كده كده هيتسجل في يناير لانه مش في القايمه، اجاي مش في القايمه. تعالوا نتكلم برضو علشان انتم سالني فيما يخص الصفقات. ناخد اسم واحد ومش هنقول كل التفاصيل علشان الدنيا كلها بتبقى قاعده عندي، اقول التفصيله الناس تشتغل عليها عشان ما نبوظش. محمود متولي، محمود متولي وعلى مسؤولية شريف جمعة. الإسماعيلي طلب على الترابيزة 50 مليون جنيه وقال مش هنزل جنيه. خدها مني بقى اللي أنا بقوله لك ومن بق إبراهيم عثمان. قال 50 مليون، 50 مليون إلا جنيه؟ لأ. اللعيب متمسك بالأهلي. يا كابتن يا كابتن أنا الخطيب والناس يعني أنا حتى وأنا بتكلم مع مسؤولين في الأهلي أقسم بربي هذا حصل. ما ذكروا لي غير اسم واحد، قالوا لي محمود متولي ده راجل غير التيت كده. الباقيين قالوا لي محمود هم شايفين ده. طب الاهلي بدا يعمل ايه؟ كابتن محمود الخطيب هو اللي بيقود الكلام. بيتكلم مع المهندس ابراهيم عثمان وبدا القصه تقرب كالاتي. الاسماعيلي عامل كده كده نازل بسم الله ما شاء الله 7 8 9 دوري ولا حاجه لو فضل بالمستوى ده. طب ايه القصه؟ انتوا مين ايه المراكز اللي واقعه عندكم؟ فالاسماعيلي يقول للاهلي احنا عندنا لا لا يقولون بالراحه انا عندي في خط الدفاع 3 لعيبه من فريق 97 هم المتاحين ان انتوا تاخدوهم. عندي باك رايت باسم علي، عندي باك ليفت. انا بقول لكم الاهلي نصا هيقول للاسماعيلي كده او الكلام اللي داير. عندي باك ليفت صبري رحيل، عندي خط الوسط نيدفيد، وعندي حمودي،
وعندي الشيخ، عندي راس حربة احمد ياسر ريان، ابدأوا اتحركوا، شوفوا انتم عايزين مين. هتبدأ الاسماعيلي يقول مثلا عايزين الشيخ، عايزين حمودي، عايزين باسم علي. طيب خلاص، الثلاث لعيبة دول وليكن سعرهم تمنهم 30 مليون جنيه. الاهلي هيحدد بقى كده، خلاص احنا وافقنا ان اللعبة دي تخرج، ولي انا بديكم سلب الثلاث اسماء مثلا، ندفد والشيخ وحمودي، باسم وحمودي والشيخ، اللعبة دي تخرج، بيتم تقييمهم وليكن ب 30 مليون جنيه. الاهلي عايز يعمل كده، وهيتم دفع باقي قيمة الصفقة المليون دولار فوق اللعيبة دي، لان الاسماعيلي مش هياخد لعيبة اعارة الا اذا كان فوق البيع بقى. بعد ما تديني اتنين سوبر ستار وال 20 25 مليون تديني بقى لعيب اعارة. تمام، المختصر كده اتكلمنا على محمود متولي، صالح جمعة بالتفاصيل، مؤمن زكريا بالتفاصيل. تعالوا ناخد اسم تاني، احمد علاء، اتكلمنا على لائحة الاهلي بالتفاصيل. لا، الاسماعيلي طالب اللعيبة بيع، الاسماعيلي طالب اللعيبة انتقال نهائي مش اعارة، طالب لعيبة تانية اعارة بس فوق اتنين سوبر ستار، فوق نجمين منهم احمد الشيخ، عايز احمد الشيخ بيع نهائي. تعال نتكلم على احمد علاء. احمد علاء انا قلتها قبل كده بس هقولها تاني للي مش متابعني، احمد علاء عنده مشكلة. محمد يوسف تقييمه في البداية لمستر كارتيرونو على أحمد علاء إنه المدافع رقم أربعة في النادي الأهلي. المدافع رقم أربعة، فمحمود علاء محتاج أنا مش عايز أقول معجزة، بس محتاج إن كارتيرون يبدأ يديله الثقة زي ما مديها لنصر ماهر، عشان برضو أكون صريح معاكم. كوليبالي رقم واحد في الدفاع، سعد سمير، محمد نجيب، الجزار، ايمن اشرف، بس ايمن اشرف حطه باك شمال لكن هو داخل. طب ايه مشكلة احمد علاء؟ ان لم يتم قيده افريقيا، دي من المشاكل اللي بتواجه احمد علاء التقارير المبدئية، لازم يجتهد ويقرص على نفسه في التمرين عشان يرجع، لكن مستمر هيرحل؟ لا مش هيرحل، انا اللي بقول لكم وعلى ضمانتي الناس اللي كاتباها لاحمد علاء، هل هيمشي؟ لا، علاء مستمر، مش هيمشي ولا حتى بالاعاره. يبقى احنا كده تعالوا نمسك لعيب تاني، عمرو بركات. عمرو بركات واحد من اللعيبه انا اللي بقول لك ما ينفعش يلعب دلوقتي، ما ينفعش يشارك دلوقتي، هنبقى بنخلص عليه ليه؟ عمرو بركات فترة كبيرة قوي مجمد، البدري لا مش هيخرج ويجمده، محتاجك ويجمده، مش هعيره ويجمده. لما طلع عرف يناير لعب بره ماتش ويغيب ماتشين، ماتش في ماتش، راجع مستواه البدني لا قليل. عمرو بركات محتاج حاجة، إن أنت تعيره، تعير عمرو بركات، أعار الفريق قوي زي الإسماعيلي، مش قوي يعني هيلتحم وهيلاعبه ال 90 دقيقة الماتشات على طول ويرجع لك تاني واقف على رجله، أو تبيعه وهيكون اتظلم، هو مظلوم اه، لكن أعتقد إن فريق الأهلي في الفترة دي ومع ضغط الماتشات صعب إن أنت، ده اللي أنا شايفه وعلى حسب رؤية الجهاز الفني، إنه يدي لعمرو بركات ويصبر عليه ماتش واتنين وخمسة وعشرة على بال ما يقف على رجله، ده فيما يخص عمرو بركات. فرانك كوم واحد انا مسميه القاطره البشريه، اتعرض على النادي الاهلي والنادي النادي الاهلي عرض الامر على لجنه الكره، الامر الموضوع على فكره عشان تبقوا عارفين بيتعرض على كابتن محمد يوسف، يا كابتن عندنا على فكره كوم اقدر اجيبه انا الوكيل بتاعه او انا مفوض بتسويق. كابتن محمد يوسف وصل الموضوع لعلاء ميهوب، علاء ميهوب بيبدا يتكلم مع لجنه الكوره في اسم كذا وانا برشحه، وفرانك كوم هيجي فيما يقارب الواحد ونص مليون دولار. لم يتم الرد على فرانك كوم جابه وكيل لاعبين وقال للنادي الاهلي انا اقدر اخلصه لو انتوا عايزينه في يناير،
اتعرض والامر دلوقتي مع لجنه الكوره. لجنه الكوره لا ردوا على يوسف ولا كابتن علاء ميهوب، ولا قالوا اه، ولا قالوا لا، ولا قالوا مش محتاجينه، ولا قالوا اخر السنه، ولا قالوا اي حاجه ده فيما يخص فرانكوم. انا بقى كداب لو قلت لك غير كده. الموضوع جه عند لجنه الكوره وقف، ما خرجش رد لا اه او لا. اتكلمنا كده على اغلبيه المواضيع. تعالوا نتكلم على مستر كارترون طلب ايه، الراجل طلب ايه. وهنتكلم، احنا معانا لسه معانا موضوع واثنين وثلاثه كمان. كارترون قال للنادي الاهلي في اجتماعه لجنه الكوره مع كابتن محمود الخطيب بتاريخ 5/9، قال لهم انا مش محتاج عدد كبير، لكن انا عندي مشاكل في خطوط. انا لو سمحتم لازم في يناير المشاكل ديت تتحل. ايه هي؟ رقم واحد طلب ديفندر، عشان ما حدش يقول لي طب واكرم، طب وفلان. لا، انا بقول لك هو طلب ديفندر. رقم واحد طلب ديفندر. طب مين يا شريف الديفندر؟ هو معجب بحمدي فتحي، عشان بس ايه اختصر لك، معجب بحمدي فتحي. طب حمدي فتحي هيجي بكام؟ امبي طالبه من النادي الاهلي 35 مليون جنيه، وقالت مش هبيع لعيب اقل من كده. قالت انا مش هبيع، انا حطيت تسعيره خلاص. الاهلي بقى خلص فيه ب 20، خلص فيه ب 18. انا بقول لك الحوار وصل لغايه ايه. لكن حمدي فتحي النادي الاهلي طلبه بشكل مباشر، مش قال انا، قال كده الانبي انا عايزه، وهيبدا يفتح في، خاصه الراجل المقاول، كان في مقاول بيدربهم، يقول لك على جثتي الاهلي ياخد مش عارف مين، على جثتي مش عارف ايه. اهو مش اقسم بالله نسيت اسمه، بس هو انا والله مش معايبه في المقاولين، انا بحس انه مقاول، هو مقاول كده، مقاول انفار الحاجات دي. يقول لك على جثتي الاهلي لن وهرحل. اديك رحلت يا اخوي. عايزين ده فيما يخص الديفندر. كارترون طلب لعيب بيلعب جناح، لاعب بيقدر يدي في حته الجناحات اللي الاهلي بقدره قادر بقى عنده ازمه فيها. كان عندنا 10 وبنعاني، دلوقتي احنا عندنا مشكله. بدا كابتن محمود الخطيب ولجنه الكره يقولوا له طيب لو سمحت راقب عمار حمدي، ولاقب يوسف الجبالي، وراقب انا مش عارف، معلش يا جماعه فكروني ايه البدري، اللعيب الناشئ القوي اللي جاي دوت. صراحه التقارير اللي كلها اللي طالعه من فريق الشباب برافو ان هو لعيب مميز البدري. قالوا له راقب اللعيبه ديت، واحنا هنجيب لك صفقه وسط هجوميه. ده توقف الامر لغايه كده. اذا اتسجل صالح، او واحد يقول لي طيب الباك يمين، لا ما طلبش باك يمين. في ناس كاتبه كده، ما طلبش باك يمين في يناير، ولا طلب باك شمال في يناير، ولا طلب مدافع في يناير، عشان الناس اللي بتقول لك طلب مدافع، لا، طلب في الديفندر والجزء الهجومي اللي قدام. مصطفى البدري شكرا يا حازم، شكرا يا جندي، شكرا يا بوتريكه، شكرا، انا عارف كله بقى، شكرا يا شعبان، شكرا يا عبده، شكرا، مليون شكر. فقالوا له عندك فخري وعندك البدري وعندك عمار، عندك اللعيبه دي، لو سمحت راقبها وشوف انت، وهنزودك بلعيب تاني هجومي. ده فيما يخص الطلبات اللي اتقالت. وواحد يقول لي يا شريف طب ما هو مين الهجومي بس، معلش يعني، ما انت هو الدوري في مين؟ خليني اقربها لك. كارترون بشكل يعني بص، انا مش عايز اقول لك، لو حطت ورقه كاتب فيها كده متولي، مصطفى فتحي، طاهر محمد طاهر، الاسماء اللي هو محتاجها، حسين الشحات، متولي، اكتب معايا ورقه وقلم، دي الاسماء اللي مطلوبه. واتمنى من لجنه الكره يعني هاتوا بقى، اتحركوا بقى. متولي حمدي فتحي، فرانكو كوم دخلوه. يا لجنه الكره ابوس ايديكم، يا كابتن زيزو ابوس ايدك، يا كابتن زيزو، يعني احنا بنعاني بقى مع لجنه الكوره، ما تاخدليش اسامي وتجمدها. يا كابتن محمود، كابتن زيزو مع احترامنا ليه مش راجل المرحله دي.
كابتن زيزو مش راجل المرحلة دي، انت مع يعني مع احترامي كابتن زيزو.